ودائما الاستعداد للسفر أهم من السفر نفسه، فممكن نلخص التجهيزات في 6 نقاط مهمة خاصة للأطفال بكل الفئات العمرية المختلفة. أول نقطة اللي هي اختيار المكان المناسب للسفر، بالمعنى اختيار الدولة واختيار السكن الملائم للسفر. طبعا في الأطفال في الأشهر الأولى طبعا ضروري جدا أنك تتجنب دول العالم الثالث أو الدول يعني اللي فيها تكثر لدغات البعوض، أو عندهم على سبيل المثال الدولة غير مجهزة بأجهزة نظامات الصرف الصحي. فضروري جدا انك تختار الدوله الملائمه لسفر هذا الطفل، خاصه انه تعرف انه الاطفال في الاعمار الاولى في الحياه غير محصنين وغير مستعدين لتلقي مثل هذه الاوبئه. النقطه الثانيه اللي هي التحصينات. التحصينات طبعا عامل جدا مهم، انه على كل اب او ام انه الطفل قبل السفر انه يشيك على التحصينات، انه هذا الطفل ما اخذ التحصينات كامله. وطبعا هنالك تحصينات مهمه ياخذها الاطفال خلال السفر. واحده من هذه التحصينات مثلا تحصين الانفلونزا الموسميه، خاصه اذا كان الاطفال في اكثر من عمر السنتين، او عندك تحصينات التهابات السحايا، والتحصينات اللي هي مهتمة بالأوبئة كذلك مثل الحمى الصفراء. وإذا كان الأطفال في الأعمار المتقدمة أكثر عن 4 أو 5 سنوات، والأهل طبعا يريدوا يسافروا إلى دول العالم الثالث مثل أفريقيا أو دولة تكثر فيها الحشرات تجنبا للملاريا، في بعض العقاقير تساعدهم كذلك على أنه يتجنبوا الأمراض مثل الملاريا. فالتحصينات جدا مهمة.